لما الأطفال كانوا بيلعبوا في حوش مدرسة المستقبل والشمس بتحضنهم بأشعتها الدافية، كانوا مبسوطين، أيوة، كانوا فرحانين، أيوة، كانوا اخلص اخلص نقصد يعني كل كان سعيد، لكن محدش كان شايف الخطر، محدش كان شايف أهل الشر، لأن أهل الشر إحنا ما نعرفش نشوفه. إحنا أهل الشر لا يروا بالعين المجردة. أنت عارف طبعاً إن المدرسة مستهدفة من أهل الشر. لا والله لسه عارف منك دلوقتي حالاً أهو. وهنا بس بدأت رحلة إنقاذ مدرسة الفتاح العليم على إيد حماة الوطن عشان يشعر كل طفل بالأمان. فندم، اجتماع مجلس الحكم هيبدأ كمان ربع ساعة، والدكتور بخبوخ كان عاوز جدول الأعمال. الدكتور بخبوخ؟ لا، وكمان عاوز جدول الأعمال. أيوة يا فندم، عشان يبدأوا الاجتماع. هو حد فيهم يا ابني بيعرف يقرأ أصلا؟ إيه؟ أقصد يعني مش بيقروا غير إنجليزي. عشان كده يا فندم أنا مش بفهم كلامهم خالص. إنجليزي بقى. بس في مشكلة يا فندم. إيه تاني؟ الأستاذ راضي مصمم إن هو اللي يترأس الاجتماع، وشال اليافطة اللي مكتوب عليها الدكتور بخبوخ، وحط يافطة باسمه هو عشان يقعد على رأس الترابيزة، رغم إن حضرتك قلت إن الدكتور بخبوخ هيترأس اللجنة، وأنا حسيت إن الدكتور بخبوخ أحرج منه، وزعل كده وكتم في نفسه يا فندم. أحرج وكتم في نفسه؟ أيوة يا فندم، صعب عليا أوي. ده الدكتور بخبوخ، مش كده؟ أيوة يا فندم، دايماً ساكت وكلامه قليل خالص. دكتور بقى ومش هيعمل مشاكل على حاجة هايفة زي دي. ابعت له عربية اسعاف من المركز الطبي فورا. يا فندم الدكتور بخبوخ كويس ومفهوش حاجة. مخبوخ؟ طب كويس، لاني كنت قلقان عليه قوي. معلش برضو، زيادة اطمئنان. طب واحنا هنسيب الاستاذ راضي يستقوى كده على الدكتور بخبوخ وفارد قلوع عليه؟ ده برضو اسمه ضيف. لا اطمئن، أنا متأكد إن الدكتور بخبوخ هيعرف يتعامل مع الموضوع بحكمة. ما تتدخلش أنت خالص يا أشرف، دول مدنيين مع بعض، سمعني؟ ما تتدخلش خالص. مدرسة الفتاح العليم. صباح الخير يا جماعة، معلش اضطريت أدعوكم لاجتماع عاجل، المذكرة دي جات لي النهاردة، مطلوب مننا الموافقة على بناء الكوبري الفاصل بين تالتة تاني وتانية رابع. الله، انت ايه رأيك يا سلمى؟ وانت فرحان ليه؟ علشان بياخدوا رأينا؟ وهم من امتى بياخدوا رأينا في حاجة زي دي؟ هو ايه اللي مخليكي قلقانة يا سلمى؟ الموضوع كله غلط، هو احنا هندي قرار في كده ازاي؟ لا وكمان العميد صفوت بعت لي الرسومات الهندسية. هو الجدع ده اهبل، هو مش عارف ان احنا في ابتدائي؟ هي الرسومات الهندسية دي مش بتاعت المهندسين يا سلمى؟ مفروض. ودي تبقى عاملة ازاي؟ ولا اعرف، حاجات كده ملخبطة. ده يبقى اهبل فعلا. بالعكس، هو فاكرني هبلة، لكن انا لما قعدت على الكرسي ده لو ما كنتش عارفة اني لازم ابقى قده ما كنتش قعدت عليه. مش فاهمين حاجة يا سلمى. العميد صفوت طبعا عارف اننا مش فاهمين حاجة، فعاوز يلخبطنا بالرسومات الهندسية دي، فنعمل اللي هو عاوزه على اساس اننا مش فاهمين. طب ما هو فعلا احنا مش فاهمين منها حاجه، واحنا نفهم ليه اصلا؟ ولا هو نفسه فاهم حاجه من الرسومات دي؟ طيب واحنا هندي قرار ازاي؟ مش احنا متفقين ان هو بيستعبط؟ يبقى انا شايفه ان الطلب بتاعه يترفض لحد ما يفهمنا من غير ما يستعبط. ممكن ناخد تصويت؟ اللي موافق على رفض طلب بناء الكوبري يرفع ايده. اجماع، تقدروا تاكلوا الجيلي كولا بتاعكم. مدرسه الفتاح العليم. هو في ايه عطيات في المرفح؟ انا حاسس بحركة غير عادية. اجتماع الحكماء يا استاذ عيد، ما انت عارف. اجتماع ايه؟ وجبت منين يعني ان انا عارف؟ الاستاذ راضي قالي انه بعت لك ايميل بكده. وهو راضي ابو الشخة بقى بيتعامل معايا بالايميلات من امتى؟ مش عارف يا استاذ عيد، تبقى تسأله. طب وهو يليق انه يتواصل معايا عن طريق البريد الالكتروني بدلا من انه يجي هنا يطلب مني اني اترأس الاجتماع؟ طب ايه رأيك بقى، انا لا اقبل مطلقا التعامل معايا بالبريد الالكتروني. هه الله، ثم انا اصلا ما عنديش بريد الكتروني. او كان على الاقل كان كلف السكرتيرة بتاعته
تبلغ السكرتيرة بتاعتك ان اللي اسف يا استاذ عيد، كنت ناسيه خالص انك ما عندكش سكرتيره زي الاستاذ راضي. اتهدي يا عطيات يا حقنه. يا فندم انا مش عاوزه ازعلك، بس هو عامل كده طبعا متعمد عشان هو اللي يرأس الاجتماع، وانا شفته بنفسي حاطط اسمه على الكرسي وكاتب رئيس الاجتماع. انت متاكده من الكلام ده يا عطيات؟ ده يبقى اتجنن خلاص. ايوه يا استاذ عيد، ده اللي خلاني اسيب الاجتماع وامشي. لازم يكون في رد حاسم منك يا استاذ عيد. سوف يجد مني رد مزلزل يا عطيات، مزلزل مزلزل لا قبل له به، مزلزل. ايوه كده يا استاذ عيد، خلص وقت الكلام وجه وقت العمل، ناويله بقى على ايه؟ ناويله على ايه؟ ده انا هشتكي للعميد صفوت شخصيا. شوفي بقى لما العميد صفوت يعرف انه اراد انه يتخطاني في رئاسه الاجتماع، شوفي هيعمل فيه ايه. ها احنا بالصلاة على النبي عايزين القعدة دي على خير عشان كله يطلع مرضي. العميد صفوت بعت لنا. ايه يا حضرة اللي انت عامله ده؟ انت مش شايف اليافطة اللي موجودة قدامك؟ لا، لو على اليافطة انا شايفها كويس. طب مكتوب عليها اسمك؟ معلوم، ما لا يكون مكتوب عليها ايه؟ اصلا مش بيعرف يقرأ غير الانجليزي. عموما حصل خير، ياريت بقى حضرتك تفضي المكان عشان نبدأ الاجتماع. يعني نقرش الناس دي كلها؟ يصحي برضو؟ لا انا اقصد مكانك انت، لو دققت هتلاقي الكرسي اللي انت قاعد عليه مكتوب قدامه اسمي، الاستاذ راضي مهاود رئيس الجلسة. انا مش فاهم، وانت عايز تقومني من على الكرسي بتاعي عشان تقعد انت؟ اسم الله عليك، وبكلمك لحد دلوقتي بالذوق وبنية بيضة. ايه ده؟ هو انت كمان عندك الوان تاني؟ عندي الازرق، بس ما يتهيأليش انك تحب تشوفه. ما شاء الله، انت عندك ازرق كمان. ممكن بقى تقوم الكرسي عشان نبتدي الاجتماع؟ طبعا، بدل ما تورينا الازرق بتاعك انا هفرجك على لون جديد هيعجبك قوي. مدرسة الفتاح العالي. جابت جد حضرتك، جدكم دهية، جدكم نيلة، حبت حرامية، من يوم الثورة الحرة الكبرى بيقولوا ما احناش خايفين، مع ان سلاحهم ويا كلابهم دول مرعوبين، من يوم الثورة الحرة الكبرى ايوه احنا مش خايفين، مع ان سلاحهم ويا كلابهم يمكن مرعوبين. لا ينفع كبري ولا قطر بيجري، خلصانة الثورة. بس معنى كده ان يلغي شخصية المدير بتاعنا؟ اهو ده اللي انا عمري ما هقبله ابدا، لان مكانة المدير من مكانتنا كلنا. ماشي صح قوي كده. قلتلك اخرس. قلتلكوا علينا وهقولنا حبة اوهام، من نور عينينا خلونا في اصعب ايام. ماشيين بالعكس وبنرجع امس، ما نروحش لبكره. يا عم الظابط باللانشون والجبنه الرومي، خدني للناظر بهدلني قطع لي هدومي. اتلم يا بودي يا حبيبي وانزل في الحوش، سيبك من الظابط ورحمته لا نروح كلابوش. انا خضر مشاكل، انا عايزك واكل من جبن بلدك. شوف وصلت كام دلوقتي تكلفها عيشتنا، وازاي كده عام جنينا وازاي جرقنا. شوف وصلت كام دلوقتي تكلفها عيشتنا، وازاي كده عام جنينا ازاي جرقنا. بقى ايه متبقي وايه ناقص لسه مع رئيس وكسة؟ ولا بقى حضرتك بقى اللي عاوز تتخلى عني؟ اتخلى عنك؟ اتخلى عنك ازاي؟ انتوا ما تعرفوش ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ شكرا يا مصر، شكرا يا مصر. شلة حرامية سرقونا خلوها تكية، نطوا على السلطة وبقينا في أكبر ورطة. والعمر حديد
وجديد ولا قلبي لين، دوق حتى الكفتة والبيتزا أو أي عجين. عندنا وطنية فيها أحسن خدمة، بنزين 90. اتلم يا أدهم يا مغفل يا أبو مخ فرين، أي خاين بلدك لو حكمت راح أبلغ فيه. يا ستي السودة أمي دي الأوضة مع أحمد موزة. يا حاج يا حاج، ده انا لسه جايب لك الشاي، وهي اللي كانت منفضه لك على فكره. هو انا هبيع بلد على كوبايه شاي؟ طز فيك انت والشاي بتاعك، وتحيا مصر تحيا مصر يا اخويا العالم. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، بنحبك يا مصر.